ورأي سديد وشجاع، حسم على الناس نزاع عظيم. في السنة العاشرة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ومعروف حدث جلل، وصفه العلامة ابن العربي بأنه قاصمة الظهر ومصيبة العمر، ألا وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعاً ده حدث يا إخواننا، مصيبة ألمت بالصحابة، ما وقعت عليهم مصيبة أشد منها. حتى ابن العربي يقول قاصمة الظهر ومصيبة العمر. سيد عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت أحياء من العرب وأشربت النفاق. قالت: ونزل بي، هي زوجته وأقرب الناس وأحب الناس إليه من النساء. كويس، أتخيل المرأة لمن تفقد زوجها، فقط بس فقد الزوجة، فضلا عن أن يكون هذا الزوج هو نبي الأمة وهو سيد ولد آدم، يرتبط الناس يرتبط به ارتباط فوق ارتباط الزوجية والأخوة والمعاشرة، يرتبط به ارتباط أنه ينزل الوحي إليه ويعلمهم الدين ويرشدهم ويربيهم. تخيل غير الارتباط ده، كويس، ارتباط الزوجية. قالت: لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، يعني الوقع في نانا لو وقع في جبل بيكسره. كده تتخيل معي في غزوة أحد صحابية اسمها حمنة بنت جحش، أخوه عبد الله بن جحش وخالة حمزة بن عبد المطلب وزوجها مصعب بن عمير، الثلاثة ديل استشهدوا في غزوة أحد، أخوه عبد الله بن جحش وزوجها مصعب وخالة حمزة. لما جت بعد المعركة قال الراوي: نعي لها أخوها. قال: أخوك مات؟ قالت: استرجعت وترحمت عليه. قالوا: لا، خالك مات؟ استرجعت وترحمت عليه. قالوا: لا، زوجك مات. قال الراوي: فولولت، اتحملت في أخوه واتحملت في خالة لكن ما تحملت في زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن زوج المرأة منها لبمكان. الزوج بالذات عنده في المرأة مكان أعظم من الأخ والأب والخال والعم. سيدة عائشة قالت: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها. قالت: ورأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم معزة مطيرة في حش، مشتتين، زي بتوصفهم زي الغنم لما تنزل عليهم المطر، دي واحدة تجري بيا ودي تجري بيا كده. قالت: وعمر رضي الله عنه قائم في الناس من شدة المصيبة اللي وقعت. عمر رضي الله عنه واقف يقول للناس: ما مات رسول الله، إنما ذهب كما ذهب موسى. وقال لهم حيجي راجع: وليقطعن أيدي أقوام وأرجلهم. قال لهم حيرجع. الموقف هنا يا إخواننا العظيم اللي ربنا حمى به الإسلام، موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ده موقف، ده شجاعة.
تعرف ممكن زول يثبت في القتال في الحرب، ممكن زول يثبت في مصيبة، لكن ما زي دي. زول يثبت في موقف زي ده، ده داير ثبات عجيب. أبو بكر الصديق ده راجع وكان مع زوجته بنت خارجة ساكنة في منطقة السنح شمال المدينة، وهو أصلا طلع عليه من الصباح. في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح من المرض بتاعه، طبعا تألم أياما، ارتاح شوية. لما حس بالراحة أبو بكر الصديق خلاص قال ما دام أصلا ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم وصحته كويسة أحسن أمشي على أولادي هناك وأجي راجع. فلما رجع قالت السيدة عائشة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، طوالي دخل مباشرة، عمر واقف برا ولام من الناس وبيتكلم وبيقول لهم ما مات رسول الله، طوالي دخل مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو مسجى، مسجى يعني مغطى ببرد حبر، البردة اللي بتغطى بيها هو ذاته، أصل بتغطى بيها هو مغطى بيها النبي صلى الله عليه وسلم تماما. فدخل عليها أبو بكر الصديق فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك الموتتين، أما الموت التي كتب الله عليك فقد ذقتها. بعد ذا غطاه، وكان هذا آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. طلع على الناس، عمر بن الخطاب يتكلم بقول لهم ما مات النبي، وأي زول بيقول النبي مات بقتله بالسيف، وطبعا عمر ما بكذب، قال لك بقتلك معناه بقتلك، يقول لهم أي زول بيقول النبي مات بقتله بالسيف. فقال أبو بكر الصديق اجلس يا هذا، قال له عمر اجلس، ما جلس بقى بيتكلم. فحمد أبو بكر الصديق الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، بدأ يتكلم يعني، طوالي عمر سكت، الناس كلهم جو بيستمعوا لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال لهم في الوقت ذاك كلمات الأمة الآن محتاجة لها، بس كان يتأمل الكلمات دي، ده موقف عجيب. شكد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحجينا قصة له بعد شوية، وهو فارس شجاع في القتال، أصلا ما يهزم في مبارزة كله ما عدا لما سألوه قالوا له من أشجع الناس؟ قال أبو بكر الصديق، لأنه ذول ما شجاع ما يقدر يقول كلام زي ده ولا يقدر يثبت في موقف زي ده. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. طبعا كلمة زي دي في موقف زي ده غير أبو بكر الصديق ما يقدر زول يقولها، عمر الخطاب شايل السيف ويقول لهم ما في زول يقول محمد مات. أبو بكر الصديق قال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سبحان الله، من الفوائد الجميلة العلماء قالوا الناس لو وقع لهم مصيبة في زول عظيم بالنسبة لهم في وقت المصيبة ما تشكروا، يعني ما تجي للناس تقول لهم أبوكم الراجل الكريم الراجل الفحل ها والزول العمل كده واللي بنى المساجد والزول الشيخ القرآن وشنو تشكر فيه، لا قالوا ما تشكروا، لأنه بيزيد المصيبة على الناس وبتألمهم زيادة. عشان كده الحسين قال شنو؟ من كان يعبد محمدا، لا قال رسول الله ولا قال خليلي ولا قال حبيبي، لا قال من كان يعبد محمدا، حافة كده بس، لأنه الناس ما بيتحملوا في وقت زي ده انت كمان تشكروا لهم، بيزيدهم زيادة. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية. وطبعا يا أخواننا لما يكون في نزاع بين الناس، ودي قاعدة خدتوها في بالكم، أي نزاع بين الناس يحسم الدليل،
أبو بكر الصديق مع أنه كلامه مقبول عند الصحابة وهو أعلم الصحابة بالاتفاق، أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة أعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ما في خلاف. يعني لو جاء قال له عمر بن الخطاب، قال له عمر معروم معلوم عند الصحابة دي أنه أنا أفضل منك، ها؟ وأنا بقول كلامي تسمع كلامي بس، ممكن يقول كده؟ لا، الدليل يا أخواننا بريح الناس. لما تقول للناس دليل من الكتاب والسنة خلاص. فقام تلا عليهم الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أول ما قرأ الآية دي الصحابة خلاص عرفوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مات كويس. أي واحد منهم بقى بيتلوها كأنها أول مرة تنزل، كأنه أول مرة يسمعها كويس. عمر الخطاب قال في الوقت ذاك ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها، أول ما سمعت قرأ الآية دي قال فعقرت، يعني كل آية عقل، قال والله ما تغلني رجلاي، ما قادر يقف على حيله، برك في الوطن. قال وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، عرفوا من الآية كويس. الموقف ده يا أخواننا كان حاسم، وكان ده يزور شجاع زي أبو بكر الصديق. انت عارف في ناس في الأمة دي الليلة دي، عشان كده قلت لك أنا بلمس مواقف دار على إجباء مشاكل. في ناس في الأمة دي الليلة بيقول لك النبي ما مات وبجينا، ها؟ بيقول لك بيجينا بزورنا. في واحد في الشجرة دينا قال النبي يوم الاثنين بيجيني في البيت، قال. وطيب ما بيجي بصلي مع الناس في الجامع ليه؟ ده وقت الصلاة ما بيجي، قال النبي بيجيني. وده كذب. النبي عليه الصلاة والسلام مات ما بيجي لزول ثاني. وما بيطلع إلا يوم القيامة. في ناس عندهم خرافات زي دي الليلة. أيام المولد الاحتفالات دي يقول لك في ساحة المولد بيجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويزور الخيم تحت الاحتفال ويحتفل معاهم. كذب ده كله، الاحتفال ده ما بيجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لا بيجي لزول ولا بيجي بخش له خيمة. وطيب سؤال يا اخواننا، إذا كان بيجي بيجي خيمة منه؟ وفي كم خيمة؟ بيجي ياتو خيمة بالضبط؟ الخيمة اللي بيحبها ياتا والبينزل فيها ياتا. وبيجي ياتو مولد أصلا، المولد بتاع الكلاكلة بيجاي ولا بيجي بتاع عمدرمان ولا ميدان عقرب ولا بيجي المولد في الفاشر ولا في دنقلة ولا بيجي في مصر ولا الأردن ولا بيجي في بوركينا فاسو؟ بيجي وين بالضبط؟ يا تمويد اللي بيجيو ده عشان تعرف الكذب. والاكبر من كده النوع اللي بيجيك بيقول لك جاني، وكمان الداني دين جديد، يقول لك الداني ذكر ورد، الورد بتاعي ده زي الورد بتاع الصلاه اللي اسمها صلاه الفاتح في كتاب جواهر المعاني، كتاب مطبوع بيبيعوه في السوق. قال أتاني جدي رسول الله يقظة لا مناما، جاني عديل قال، ده مش كذب. صحابة رضي الله عنهم مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه وأكرموه رضي الله عنهم وأرضاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج من قبره إلا يوم القيامة. لكن ده العادي يقول لك جانا، كان بيتونس معنا قبل شوية وسا جاني يقول لك بس مرق مننا، ده كله كذب. إذن يا اخواننا من المواقف العظيمه عند الصحابه موقف ابو بكر الصديق، بعد ذاك وقف مواقف جليله في الرده لما الناس ارتدوا بيقولوا ما بندي الزكاه، وقف مواقف عظيمه جدا وحاربهم كلهم، حتى قال من قال من المؤرخين ومن العلماء قالوا حمى الله تبارك وتعالى الإسلام بأبي بكر عند المحنة.
كويس؟ وبأحمد بن حنبل عند الفتنة. لما حصلت الفتنة وكاد الناس يضلوا، لأنه الحاكم في الوقت ذاك حاكم ظالم وغشوم، أجبر الناس على بدعة القول بخلق القرآن، أجبرهم يا تقول القرآن مخلوق يا السيف. الزمن ذاك قالوا لم يثبت من العلماء، لأنه الراجل اللي بيثبت قلت لك ما كتار. الناس في الدين الفي والراحة ده كلهم مع بعض، الصلاة في الجامع بيجوا كلهم أو أكثر الناس بيجوا، كويس؟ الدين البارد ما في فتنة ما في مشكلة، الناس بتجي. أول ما يبقى فيه سيف ما بيثبت إلا الرجال بعد ذاك. والناس المتينين في دينهم وإيمانهم، لما حصلت الفتنة زمن أحمد بن حنبل الحاكم بالسيف، يتقول البدعة يقطع راسك. من العلماء كتار منهم ردخوا يقولوها ما قدروا، منهم من هرب ترك البلد، ومنهم من ثبت. أحمد بن العلماء قالوا لم يثبت إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. محمد بن نوح ده ولد صغير، كان في سنه صغير لكن كان قويا، ثبتوا ضربوه وعذبوه لحد ما مات تحت العذاب، وصلى عليه أحمد بن حنبل رضي الله عنه، كويس؟ المهم هذا الموقف الأول. الموقف الثاني موقف يدل على الشجاعة مع القيم العالية، لأنه يا أخواننا في ناس عندهم شجاعة لكن ما عندهم نزاهة ولا أخلاق، ما عندهم نزاهة وأخلاق، لكن في ناس شجعان شجاعة مع الأخلاق والقيم العالية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه معروف إنه في المبارزة ما كويس. يوم أحد خرج حامل اللواء من المشركين اسمه لعله عثمان بن أبي طلحة، ذو المجهز تمام. فعلي بن أبي طالب لما شال السيف بتاعه قال أنا أبو القصم. القصم معناه العضلات المفتولة، يعني أنا ذول جسمي قوي، وهو قوي جدا طبعا، كان قصيرا وطويل اللحية وأصلع وقوي قوة غير طبيعية. حتى في يوم الأحزاب لما قفلوا الباب علي بن أبي طالب كان شايل الباب في يده وشغله درجة، الباب بتاع الحصن شايله درجة في يده بصرفيه، قالوا باب الحصن ده 7 أنفار ما بزحوا من محله، دي من محل محل كده بس 7 ما بيقدر يشيلوا يزحوا من محله ده، وشايله في يده واحدة بشغله درجة. كان قوة قوة عجيبة، من شراسته في المبارزة واحد من المشركين اسمه عمرو ابن عبد ود، قبال ما جاء لقصتنا دارينا احنا، اللي فيها قوته مع اخلاقه العاليه، كويس؟ في الاحزاب الخندق بتاع الحفروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، طبعا عملوا خندق كبير بيحجز بينه وبين المشركين ما يقدروا يوصلوا اليوم. لما عملوا الخندق جو مجموعه من المشركين دار اقتحموا الخندق ده، منهم كان مشرك الوقت ذاك عكرمة ابن أبي جهل، ومنهم ابن الخطاب، ما عمر بن الخطاب، واحد ثاني ولا أخوه اسمه ابن الخطاب شاعر من الشعراء. المهم مجموعة، ومنهم واحد اسمه عمرو ابن عبد ود العامري، ده من أشرس المقاتلين الكفار، أشرس ذول، حتى كان ناس يهابوه، والسيف بتاعه ذاته ما بيشبه بقية السيوف، ذو شرس جدا. ده قاموا اقتحموا الخندق قطعوا بهناك وبقوا قدام الجيش بتاع المسلمين وطلبوا المبارزة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرق لهم علي ابن أبي طالب، كويس؟ واحد من ديلك ضربوا الزبير قتلوا من المشركين، الباقيين ديلك بيقوا منتظرين عمرو بن عبد ود ده بيعمل شنو؟
طبعا زول واثق من نفسه وشجاع. علي بن ابي طالب طلع له قال له من انت؟ قال له علي بن ابي طالب. قال له اذهب فارسل الي اعمامك، يعني انت صغير انت ما زول بتقاتل، امشي. قال له جيب لي اعمامك الرجال الكبار. علي بن ابي طالب داير يستفزه، قال له ولكني احب ان اقتلك، انا داير اقتلك كمان. كويس. قالوا فاخرج سيفه كالشعله، جر سيفه ده كده زي المارق من نار. قالوا وضرب عليا ضربه ابتغاها بالدرجه، قسمت الدرجه نصين، دي ضربه واحده بس. قالوا وعلى الغبار، الناس ما شايفين حاجه، الغبار ده كتاح دي فوق. كويس. قالوا فضربه علي ضربه في ترقوه في الحته دينا فوق. قالوا حتى بلغت الى المرقه، المرقه ده محل الحزام، محل الزول بيربط الحزام تحت. كويس. دقه واحده شقاوه النص، ولما انجل الغبار لقوا الزول ذاك وقع في الواطه. ها وكبر الصحابه وكان صغير، شوف الشجاعة دي عجيبة كيف. نرجع لموقفنا في أحد، لما عثمان بن أبي طلحة نادى قال يا أبا القصم، انت قال له يا كأنه بيستخف علي رضي الله عنه، يا أبا القصم هل لك في البراز من حاجة؟ البراز المبارزة يعني، هل لك في البراز من حاجة؟ قال نعم. بعدك بيجوا يتبارزوا، علي بن أبي طالب ضربوا رماه في الأرض، أول ما رموا داري تمه خلاه جراجع. الصحابة سألوه قالوا لما؟ قال استقبلني بعورته. طبعا دي عندهم كعادة، الزول لما يتجرس في الحرب، مش الجماعة بيقول لك يتجرس يقول لك قال الروب، يعني خف، بيقوم بيكشف عورته. كويس. علي بن أبي طالب زول نزيه وأخلاقه عالية، أول ما استقبل بعورته خلوه ورجع منه. الراوي بيعلق عليها في السيرة لابن هشام وفي البداية والنهاية، قالوا الموقف ده حصل لعلي بن أبي طالب ثلاث مرات، الثلاث مرات زول يتعرى قدامه ويكشف عورته بخليه طوال يفوت. حصل هذا الموقف في صفين لما هجم على واحد فاستقبله بعورته، فقال في ذلك الحارث ابن النضر قال أبياتا من الشعر، قال أفي كل يوم فارس غير منتهن، وعورته وسط العجاجة بادية، يكف لها علي عنها سنانه ويضحك منها في الخلاء معاوية. لأنه ده نوع من الجرسة، الواحد ما قادر بيقوم بيكشف عورته فيتركه علي رضي الله عنه وأرضاه. الموقف الثالث نقف معه موقف يدل على أن الصحابة كانوا حريصين على إسلام الإنسان أكثر من حرصهم على القتال، وده يا أخواننا يوضح لنا الفرق بين جهاد الصحابة وبين الجهاد اللي بنسمعه الآن في الإعلام. ده ما جهاد، العمليات التفجيرية اللي بيعملوها التكفيريون والإرهابيون زي الشغل بتاع داعش، وشنو تنظيم القاعدة والجهاد وشنو الحركات اللي بيعملوا فيها دي، ده ما جهاد، ده عبارة عن فساد وخراب. لأنه بدل يدعو الناس أولا للإسلام، ديل في الأول بيكونوا حريصين على إنه يكتلوا بس. واحد يمشي يخش له مطعم ناس مساكين بياكلوا، ان كانوا كفار ولا ما كفار، ده ما مقاتلين، ما ادري اللي انت بتحاربهم ولا بتقتلهم، ده تعدي وده ظلم وده جور، ده ما عنده علاقه مع الجهاد. كويس. الصحابه كانوا حريصين على دعوه الناس للاسلام، لانه كونك تدخل الزول للاسلام افضل لك من تقتله، ولا ما كده يا اخواننا؟ ادعوه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أكان بيقول لهم شنو؟ قال لعلي بن أبي طالب قال قال امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام.
قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أفضل لك إنه ربنا يهدي بك زول، أفضل منك تقتل الناس. عشان كده يا شباب، وخاصة الشباب اللي بيغتروا، الواحد يكون متحمس للجهاد وللقتال وكده، لكن ما بجاهد الجهاد الشرعي، جهاد طوال يقول لك أنا ماشي مالي وماشي ما تعرف اسمها شنو دي أفريغ الوسطى، واحد ماشي وين، ده ما جهاد يا أخي. في الصومال ده مسلمين بيقتلوا في مسلمين، ده جهاد؟ ده ما جهاد، ما في كافر، مسلم مع مسلم، ده شاي السلاح وبيجاي، ده شاي السلاح وبيجاي، مسلم بيقتل في مسلم، ده ما جهاد، ما هو الجهاد الشرعي. كويس؟ فشفت الحصل في غزوة اليرموك، كانت في عهد أبو بكر الصديق آخر حياته. رسل الجيش في الأول، رسل بقيادة شرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح وعكرمة ويزيد بن أبي سفيان، مجموعة من القادة رسلوا. بعد ذاك رسلوا له رسالة، هذه الرسالة فيها قالوا له الروم جوا بجنود تفوق 120,000، ونحن قالوا له 21,000 فقط، 21,000، وديلك جونا ب 120 وفيها زيادة. لما ارسلوا الرسالة دي قام رجع لهم رسالة ثانية، عشان تعرف ذات المسلمين ده بيجاهدوا كيف. الناس متخيلين انه الجهاد ده بس الا يكون عندنا سلاح زي سلاح امريكا عشان نقدر عليه. يا ناس، نحن لو عندنا عقيده بس صلحنا عقيدتنا دي، لا امريكا بتقدر علينا ولا غيرها. اعرف المعلومه دي، ومن الغزوه دي بتتضح لي. بس الموقف ده واحد، 120,000 في مقابل 21,000. ابو بكر الصديق رسل لهم رساله فيها ثلاثه جمل، صحابة ما عندهم كلام كثير، بيعرفوا الله بينصر كيف. قال لهم أنتم جند الله وأعوانه، والله ناصر من ينصره. قال لهم ولن تهزموا من قلة إلا من قبل الذنوب، فاحترسوا منها. انتهت الرسالة. دي رسالة من أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيش، لا نظم كثير ولا نقة ولا أعمل كده ولا مدد من سلاح ولا ده. أنتم قال لهم أعوان الله وجنده، والله بنصركم، بس أعملوا حسابكم من الذنوب. نحن الليلة الأمة الإسلامية وشبابنا، شباب الأمة قادرين نجاهد بهم ونفتح بهم. كويس؟ شبابنا ما شغال بأي حاجة، الواحد همه كيف يلبس كويس، وكيف اشتري له موبايل كويس، ويصاحب له بنات ويراسلن شو يتونس معاين ويجي راجع كويس. ده في احسن الاحوال، غير الحياه الثانيه، التفاصيل الثانيه دي. ده شباب الامه نحن اللي ماشيين نقاتل بيه، ده غير الجماعه القدولين في العقيده. شو المشكله هنا؟ انه نحن عندنا قدت عقيده، قدت ده زي الشهاده السودانيه، يقول لك قد لغة عربية، قدت لغة عربية مش عيد ساي، ما عندك شهادة. كويس؟ نحن شغلتنا قدت عقيدة. الليلة عندنا من المسلمين بدل يتوكل على الله يمشي لجم قبر، يسيف تراب القبر ويدعو فيه صاحب القبر، أو لا تلحقنا وتنفعنا وتفزعنا وتنصرنا. ما بينصرك، ده ميت، ما تنصره كيف يعني؟ عشان كده لما جاءت الحرب بتاعت التتار في القرن الثامن، ابن تيميه العالم الجليل اكان في الحرب ديك، لقى الجماعه المارقين للحرب شغالين بيقولوا يا خائفين من التتر، يعني قال لهم الخائفين من التتار، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر ابي عمر. امشان عمر قال ينجيكم من الضرر. ابن تيميه قال لهم لو ابو عمر ده ذاته مرق معاكم ما بيقدر يعمل لكم اي حاجه، وكلامكم ده الشرك اللي بيهزمكم ذاته.
عشان كده اشوف ابو بكر الصديق رسل لهم الرساله دي، قال لهم اعملوا حسابكم من الذنوب، الذنوب دي هي اللي بتجيب الهزيمه، الناس ما بيهزموا من القله ابدا. بعد ذاك قال ابو بكر الصديق قال لأكسرن شيطان الروم بخالد. الروم عندهم اعداد كبيره، قال بينفع معاهم خالد بس. رسل لخالد ابن الوليد في العراق قال له تجي تلحق الناس دي وتبقى القائد بتاع الجيش انت كويس. خالد قطع صحراء، الصحراء دي بيمشوها اقل شيء في قريب شهر، شق الصحراء دي من فوق الجبال، بيطلع الجبال فوق وبينزل بهناك 5 يوم بس، لكن جاري بالخيل ليل ونهار ما ناموا ولا ليله واحده. اول ما وصلهم واحد من الناس دار يخوف خالد، قال له ان الروم اليوم كثير، لانه جاءوا مدى الثاني الروم حصلوا 240,000 فارس. شوف العدد ده 240,000 كويس. قالوا له يا اخي الروم اليوم كثير والمسلمون قليل. شوف شجاعة خالد، قال له تخوفني بالروم؟ قال له لوددت ان الاشقر، الاشقر ده الفرس بتاعه، براء من توجيه. التوجي الحوافر بتاعت الفرس بتتاكل لما يجر كثير في الصخور، بيتعب الفرس ما بيقدر يجري كويس. قال له يا ريت لو كان فرسي ده ها بريء يعني معافى من الالم بتاعه في رجلينه ده. قال له وان الروم اضعف في العدد، بس خليه فرسي ده يبقى كويس، وعدد ده مش 240، خليه يبقوا 480 ما فارق معي كويس. المعركه بدت، تفاصيل كثيرة. نحن الآن ما في صدد شرح المعركة. المهم أنا موقف اللي ذكرته لكم في الأول موقف عجيب جدا. واحد من قادة المشركين من الروم اسمه جورجا ابن توذرا، ده قائد من القادة بتاعينهم، مع واحد اسمه الدراقص، واحد اسمه باهان، واحد ده القادة الكبار بتاع المعركة. هذا القائد خرج من الجيش قدام، المعركة مدورة، التحام شديد وموت. حتى ابن كثير في البداية والنهاية قال لم يرى مثل يوم اليرموك أكثر قحفا. قحف يعني الرأس مقطوع زي القحفة، شفت القحفة الدورانية بتاعت الزير، لما الزير يكون مقطوع من تحت الرأسين مقطعات زي القحف. قال ولا معصما نادرا، يدين مقطعات في الهواء كويس. يوم فيه موت ما طبيعي اصلا. انت عارف في مجموعه واحده، الروم طبعا مربطين الجنود بتاعهم مع بعض لانهم جبانين، ما زال ما عنده عقيده، ما بيقاتل بعقيده، جبان. الجيش بتاعهم بيربطوا 10 مع بعض عشان ما يهربوا، ربطوهم كده دمعه ده العشره. لما المسلمون ضغطوهم في الحرب كويس، العشرة اللي بيقعوا لو واحد وقع بيقعوا شت، بيجي بلمه في مقطع رأسين كله مع بعض. من الكوم ده بس كاتلين 120,000 ده برا المعركة. رأيك شنو 120,000 ده كاتلينهم من الكيمان دي بس كوم مع بعض. أتخيل معركة مدورة زي ده، مرق القائد جورج ابن توذرا ونادى خالد بن الوليد. طبعا عادات الحرب انه القاده ممكن يتقابلوا في اي وقت عشان لو دارين يعملوا صلح يعملوه ويوقفوا الحرب. فالقائد من هنا من هناك. قال الراوي حتى اختلفا براسي فرسيهما، ده فرس معاده كده. فقال جورجا لخالد اني سائلك فاصدقني فان الكريم لا يكذب، وإن الكريم لا يخدع. قال أنا بسألك أصدقني. قال أسألني. قال له هل أنزل الله مع نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه؟
انت الله جابوا لك سيف من السماء يا خالد انت ادوك ليه؟ فتهزم به دائما طوالي انت بتهزم به كويس؟ قال لا. قال له ولماذا سميت بسيف الله؟ سموك ليه؟ شوف خالد بعد ذاك شرح له حاجات جميله. قال انا كنا قوم نعبد الاوثان. شوف القيمه دي كيف بالله. قال فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا من انجفل منه. انجفل فات. قال وكنت ممن انجفل. انا فريت منه ما امنت به. قال ومنا من امن به وصدقه. قال وبعدها ألان الله قلوبنا للإسلام فآمنا به وصدقناه. قال وسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف سله الله على المشركين. يا لو سماني النبي كده ليه؟ قال لأني أشد الناس على المشركين. أنا قال له شديد على المشركين. خالد ده كان صعب جدا حتى إذا ركب في الفرس ربنا سبحانه وتعالى مديه ذكاء في الحرب وشجاعة وقوة في جسمه. لما نركب في الفرس رجلينه منزلة في الأرض. ذول جسيم وشجاع وذكي جدا في الحرب كويس. فقام قال له أنا من أشد الناس أو أشد الناس على المشركين. طيب قال له من آمن معكم؟ سألوا قال له آمن معكم بتعملوا لشنو؟ قال له يكرم وكذا. قال له طيب من رفض؟ قال له ندعو إلى الإسلام. قال له لو أبى؟ قال له يدفع الجزية ونحميه. قال له لو أبى؟ قال له السيف. طيب قال له وما يعيدكم نبيكم؟ بيعدكم مش يعني لو آمنتوا؟ قال يعدنا الجنة. المؤمن موعود بالجنة وفيها بقى يتكلم معه. أيوة الوقت ذاك ربنا سبحانه وتعالى ألان قلبي جورجيا قائد الروم. ربنا ألان قلبه للإسلام. قال يا خالد وإلى ماذا تدعو الناس؟ طيب انتوا دينكم ده شنو؟ قال ندعوهم الى ان يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. ندعوهم يخلصوا الدين لله يعبدوا الله ما يشركوا مع احد. ان يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. فدخل معه الى الخيمه. قال علمني الاسلام. علموا. اتخيل الحرب مدوره وخالد قائد الجيش لكن همه في شنو؟ انه يسلم الزول ده بس كويس. علمه من الاسلام ما علمه وشهد شهاده التوحيد وافرغ عليه خالد من شن معلقه. شن يعني قربه معلقه في الخيمه بتاعت خالد. افرغ له منها اغتسل وصلى به خالد ركعتين لانه ما بعرف الصلاه وما في وقت يعلم الصلاه بس علموا التوحيد كويس. وصلى به خالد ركعتين وخرج خالد وجورجا الاثنين قاده لجيش المسلمين. بعد ما كان قائد لشنو؟ للروم الكفار. جا بقى قائد للمسلمين وقاتل مع جيش المسلمين الكفار من الظهيره الى غروب الشمس. واستشهد جورجا ابن توذرا ولم يصلي لله الا الركعتين اللي صلى به خالد بن الوليد رضي الله عنه. مات شهيدا. شوف دخل كافر راس من رؤوس الكفار ومرق من المعركه مسلم بدرجه تابعي جليل ومات شهيدا في سبيل الله. تعرفين والله يا اخواننا في ناس موفقين ناس الله من عليهم توفيق في غزوة أحد
أبو هريرة رضي الله عنه قال: من يخبرني برجل من أهل الجنة ما صلى لله ركعة واحدة؟ في زول من أهل الجنة قال ما صلى لله ولا ركعة واحدة، منو بيعرفه؟ قال محمود بن لبيد صحابي ده، قال أعرفه. منو؟ قال الأصيرم ابن عبد الأشهل، ده من اليهود أصلا، كان من اليهود كويس. الأصيرم ده لما جو مارقين للمعركة دعوا للإسلام أهله، وطوالي بيدعوا، قال ما داير الصد دين دانا، ما دايروا، قدر ما دعوا رفض الإسلام، خرجوا خلوه. لما جو نهاية المعركة طبعا الناس بيجوا يفتشوا، أي قبيلة بتفتش ناسها الماتوا وقتلوا كده بيفتشوا كويس، فجو بيفتشوا فلقوا الأصيرم مجروح دار يموت قرب خلاص. قالوا يا أصيرم، وعارف إنه خلوه كافر وجو القدر يموت، قالوا ما هذا؟ ما جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ حدب يعني أنت جاي تعاطفا مع أهلك، جاي دار تقاتل مع أهلك بس تعاطف، ولا رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام، والله جيت راغب في الإسلام وشهدت الشهادتين وشال سيف وجا خش المعركة، ما هي إلا لحظات. مات النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل الجنة ولا ركعة. في ناس ربنا موفقهم كويس. عشان كده يا أخواننا أنا برجع لك لأصلي النقطة دي، إنه المسلم والداعية حريص على هداية الناس أكثر من حرصه على قتلهم. المسلم ما حريص على قتلهم، حريص إنه يهديهم يدعوهم للإسلام ويخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تبارك وتعالى. آخر موقف أختم به، موقف فيه فائدتين عظيمتين، فوائده كثيرة لكن أهمين اثنين. الأولى الوفاء بالعهد. أنت كإنسان مسلم بعد ما جودت عقيدتك، الكلام اللي تكلمنا قبل من التوحيد، وده أصل الإسلام، ما تشرك بالله شيئا وما تعمل الخرافات اللي بيعملها الناس الليلة من دعاء القبور والاستغاثة بأهلها والتوكل عليهم والنذر لهم والأشياء اللي بيعملوها الليلة دي، تلقى الشباب معلق لهم ودعة هنا ولا شنو ما عارف، ورابط له حجاب يقول لك من العين ومن السحر ومن شنو، ده كله خرافات، كلها خرافات دي وشعبذة ودجل. الإسلام فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى، المسلم متوكل على الله، ما بيتوكل لا على ورقة ولا على غيرها، مع أنت ما عملت دي طبقت السنة واستقمت على شرع الله. المسلم يا أخواننا بيحتاج إلى إنه يزكي نفسه بالأخلاق العالية، الأخلاق الكريمة، خليك زول عندك خلق يا أخي، ما تبقى زي الناس الآن. بقى المجتمع إلا من رحم الله فقد النزاهة والأخلاق العالية، كثير من الناس فقدوها. يعني واحد تكون أنت صاحبه زمن طويل جدا، أول ما تحصل لك مصيبة وتقع ما بقيف معك، يفوت بخليك ما بقيف جنبك، ها؟ عشان كده يا أخوان المسلم بيحتاج لأخلاق عالية، تكون أنت راجل بحق، ما تكون أنت الناس تكون معاهم لما تكون أمورهم مضبوطة ما في مشكلة، أول ما الزول تحصل له المصايب تحصل له كده أنت تفير منه وتفز، أقف معاه وخليك راجل قوي وقوي وعندك قيمة كويس. في غزوة بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة، طردهم يعني لما خانوه عليه الصلاة والسلام، خانوه واتفقوا مع الأحزاب، الأحزاب دخلوا هجموا المدينة بجاي، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم الجانب الثاني، جانب فيه بني قريظة وبينه وبينهم حلف معاهدة ما يقدروا، قاموا مشوا خانوه، بيقول أعداء من جهتين إذ جاءوكم من فوقكم، دل الأحزاب، ومن أسفل منكم، بنو قريظة خانوا العهد في وقت حري جدا. لما خانوا النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة الأحزاب
وربنا أجلاهم بالريح كويس. جاء راجع طوال لبني قريظة، جبريل لقاه لابس ملابس الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص دار ينزع ملابس الحرب من التعب بتاع الأحزاب، 24 يوم حصار كويس، جوع برد تعب، بعد ده كله لقى جبريل لابس ملابس الحرب، قال له أوضعت ملابس الحرب يا رسول الله؟ قال فإن الملائكة لم تضع ملابس الحرب لسه. وين؟ قال إلى بني قريظة نمشي لهم طوالي. مشي طوالي لبني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة طوالي. يا أخي الصحابة دي عندهم طاعة عجيبة يا إخواننا، يا إخواننا إحنا بنحتاج لطاعة زي دي. كيف تتخيل معي أنت بتقدر على كلام زي ده؟ جوع وعطش وتعب، 24 يوم حصار، 24 يوم حفر الخندق، جوع شديد، ما لاقين ما ياكلوا، يربطوا بطونهم ربط من الجوع. مع ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا لا لا، زول يمشي لاهله ولا يرتاح، ما في طوالي راح يكون بني قريظة. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة، طوالي معه. والله نحن لو في زمننا ده اكترى التنظير، لا لا وبما انه وما بقدر هسه وكذا اصبر لنا ودينا يومين ثلاثه خلينا ناكل شويه وكذا، لا لا امرك طوالي. بني قريظة طوالي وراه، حاصروا بني قريظة. وبنو قريظة أكان من ساداتهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، ده طبعا أصلا هما من بني قريظة، لكن جاء ويتحبس قبله ويتورط جوا في الحصن بتاعهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، والمهم كلام طويل، اشتد الحصار، بعد ذاك استسلموا، قالوا بنستسلم لحكم سعد ابن معاذ. وسعد بن معاذ كان من الصحابة من الأقوياء، كان شجاع، ولا تأخذه في الله لومة لائم، وكان مضروب دار يموت، بقى بيدعو الله، قال اللهم إن كنت وضعت الحرب بين نبيك والمشركين فاقبضني إليك، لو الحرب انتهت يلا أنا دار أموت خلاص. قال وإن بقي منها شيء قال اللهم فابقني حتى تشفي قلبي في بني قريظة، بس أنظم النزل. بقى الأكحل بتاعه عرق في الرجل ده، لو انفجر سيده بموت طوالي ما بيحيا، بقى بينزف، بس قال يا ربنا تبقيني بقى حي. فقالوا خلاص نحن بنرضى بحكم سعد ابن معاذ، وسعد رضي الله عنه كان حليفهم ودارين انه يحن عليهم وكده ويرأف فيهم، حكم فيهم قال تقتل مقاتلتهم، اي زول انبت الشارب بتاعه يعني اي شاب منهم بلغ يقتل، وتسبى النساء، يشيلوا نسوانهم كله يوزعوا على المسلمين، والذراري اموالهم كله يشيلوها واراضيهم ونخلهم كله يوزعوا على المسلمين. ده حكم سعد. طوالي بيجوا سايقينهم، جابوهم في بيت واحده اسمها كيسة النجارية، لمهم كلهم في بيتها 600 أو قيل 700 أو قيل 800 بني قريظة، كلهم لموا المقاتلة بتاعنهم. لما ماشيين من اللطايف بنو قريظة تبع الناس فهمهم غريب جدا، متبلدين، ورئيسهم كعب ابن الأشرف، قاموا لو انجوا سايقينهم مربطينهم ودينهم يكتلوهم. قالوا الى اين يذهب بنا يا كعب؟ وديننا وين؟ قال في كل موطن لا تعقلون، انتم بتفهموا طوالي، الى القتل قال لهم، موت بس بعد ده ما في شيء ثاني، يلا روحوا. بقوا ودينهم كويس؟ بقوا شغالين فيهم بس يجيبوا الواحد ويضربوا راسه بالسيف. علي بن ابي طالب وقيل الزبير ابن العوام بس يجيب واحد واحد والسيف ما في اي حاجه. لا تاخذهم الصحابه في الله لومه لائم، ما بيشتغلوا بهم، اقطعوا راسه بس. الموقف المهم اللي انا دار اصليه، كل المواقف هي مهمه لكن ده الشاهد بتاع كلامنا. واحد منهم اسمه الزبير ابن باطا، الزبير ما الزبير،
الزبير ابن باطة. عنده ولد اسمه عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطة، مسلم من رواة الموطأ، موطأ الإمام مالك. كويس؟ احنا موقفنا مع الزبير أبو ده. الزبير ده كان بينه موقف بينه وبين الصحابي الجليل ثابت ابن قيس ابن شماس، ده صحابي من المبشرين بالجنة. شوف الوفاء بتاع الصحابي ده كيف. زمان في الحرب بتاعت بعاس كانت بين من الأوس والخزرج، قديم الحرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم يجي المدينة، الزبير بن باطة ده لقى ثابت بن قيس الصحابي الأنصاري ده، لقاه من الأسرى، قام جز ناصيته وأطلق سراحه، يعني تفضل عليه أطلق سراحه. كويس؟ الصحابي ده حافظ للزول ده الوفاء بتاعه، داري يوفيه. لقى الزبير بن باطة قاعد في بني قريظة مقيد منتظر يقتلوه. جاء قال له: يا أخي أتعرفني يا زبير؟ تعرفني أنا؟ قال له: أو يخفى مثلك؟ معقول أنت ما بتتعرف؟ معروف، يعني بتذكر الموقف اللي بيناتهم، إنه زمان القرظي ده من بني قريظة من على المسلم، ما كان الزمن ذاك في إسلام، لكن من عليه وأطلق سراحه. كويس؟ لو إن لك علي يدا أريد أن أوفيك إياها. قال لي: زي ما أنت زمان وقفت معاي وأطلقت سراحي، أنا الليلة داير أوفي ليك الوفاء بتاعك ده. عشان تعرفوا يا إخواننا، الصحابة من القيم اللي عندهم إنه زول ما ينسى الوفاء، زول يكون وفي مع الإنسان ولو كان كافرا. شوف الوفاء معه. قال لي: أنا دار أنجز لك، دار أطلق صراحك. مشى للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، قال: يا رسول الله، إن الزبير بن باطة قال له زول ده زمان عمل كده وعمل كده وعمل كده، وأنا والله داير أوفي له. كويس؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هبني الزبير بن باطة، هب لي دمه، أنا داير أعتقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هو لك. وكان ثابت بن قيس كبيرا في السن، كان كبير، أطلق له الزبير. لما أطلقوا له قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهبني دمك وأنت حر، امشي. الزبير قال له: وكيف بشيخ كبير لا مال له ولا ولد، كيف يصنع بالحياة؟ أنا لا مرتي محبوسة بهناك مأسورة، ومالي شالوه، أعمل شنو؟ أعيش على أي أساس؟ رجع ثابت بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هبني ماله وولده. قال: هم لك، أديتك ماله وأديتك ولده. فرجع إليه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وهبني مالك ووهبني زوجتك وأولادك، قال: وهم لك، اذهب فأنت حر. فات. لما مشى قال: يا ثابت أخبرني. بقى بيسأله من أصحابه، وده الشاهد الثاني يا أخواننا، الزول يعمل حسابه من أصدقاء السوء. شفته؟ صديق السوء بضرك، ممكن في آخر لحظة من حياتك يجرك على الباطل وتروح في جهنم. أعمل حسابك من الأصدقاء الكعبين. بقى بيسأله من صحبانه من بني قريظة، قال له: ما فعل الذي وجهه كالمرآة الصينية يتراءى فيه عذار الحي؟ دمنه حيي ابن أخطب. كويس؟ قال له: عمل شنو زول ده؟ قال: قتل. أو كعب بن أسد؟ قال له: قتل. أيوة. قال له: ما فعل مقدمتنا إذا شددنا، وحاميتنا إذا فررنا، غزاء عزال بن سموأل؟ ده من صحبانه.
قال له قتل. قال ما فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ قال له قتل. قال ما فعل المجلسان بنو كعب بن قريظة وبنو عمرو بن قريظة؟ ديل الناس المقدمين عندهم في بني قريظة عملوا شنو؟ قال لهم قال قتلوا. قال ما خير الحياة بعد هؤلاء الأحبة؟ بتأثر على صحبانه. ما خير الحياة بعد هؤلاء الأحبة؟ قال يا ثابت بحقي عليك ألا ضربت عنقي حتى ألقى هؤلاء الأحبة. بالله شوف الزول مخزول كيف بعد ما أطلقوا سراحه بدل يمشي ويذكر منة المسلم ده عليه وفضله عليه وفضل الله سبحانه وتعالى قبل ذلك ويسلم ويستفيد. قال له ما خير العيش بعد هؤلاء الأحبة؟ حيي بن أخطب كافر قتلوه. كعب بن الأسرف قتلوه. اسمه ثاني غزال بن سماوال قتلوه. المجلسان قتلوهم. قال له دعني ألحق بهؤلاء الأحبة أضرب عنقي. فقدمه ثابت بن قيس بن شماس. أصلا قال له أنت ما فيك فائدة روح يلا. قدمه إلى القتل فضربت عنقه. فبلغ ذلك أبا بكر الصديق قال يلحق بالأحبة إن شاء الله في جهنم. روح قال له إلى جهنم وبئس المصير. لأنه زل ما استفاد واللي ضروا صحبانه صحبان السوء. ولذلك هذه مواقف يا أخواننا نستفيد منها العلم، نستفيد منها شجاعة الصحابة، نستفيد منها قوة العقيدة، نستفيد منها الأخلاق العالية اللي تميز بها الصحابة. ونحن إذا خرجنا من هذه الكلمة أو من غيرها في ديننا كله خرجنا بعقيدة سليمة وبطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق عالية رفيعة جليلة كده الإنسان يكون حاز ما يدخله جنة الله تبارك وتعالى. أسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا يقينا خالصا وأن يشفينا من كل داء وأن يكفينا ما همنا وما غمنا وأن يجيرنا يوم القيامة من العذاب إنه جواد كريم. أشكركم جميعا المقدمين والمستضيفين لهذه المحاضرة والمستمعين جميعا أشكركم وكذلك الشيخ وكل أهل الحي على هذه الاستضافة. وأسأله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا لخيره الذي أراده إلينا إنه جواد كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.